الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. بوحجلة عدد من فلاحي منطقة شوامخ يواجهون نداء استغاثة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وارتفاع الأسعار ب 0.8% ونسبة التضخم تصل إلى 10.2% خلال شهر جانفي المنقضية. والثلوثات الصحية الليبية تستنفر ضد وباء أخطر من كورونا. وفي تفاصيل، وجه عدد من فلاحي منطقة شوامخ من معتمدية بوحجلة نداء استغاثة لإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مطالبين بتقوية المضخات الكهربائية المزودة لمنازلهم وأبارهم السطحية بالتيار الكهربائي جراء الانقطاع المتكرر واليومي للكهرباء، من جرى عنه تلف التجهيزات الإلكترونية وتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية والخضروات نتيجة عدم ريها بانتظام، وذلك على خلفية انقطاع الكهرباء وفق ما نقله مراسلنا بالجهة لحبيب الغضاوي. في موضوع آخر، سجلت نسبة التضخم ارتفاعا طفيفا في شهر جانفي المنقضي ليصل إلى مستوى 10.2% بعد أن كانت في حدود 10.1% في شهر ديسمبر الماضي حسب ما كشفه مساء اليوم الأحد المعهد الوطني للأحصاء. ووفق ذات المصدر، فقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.8% خلال شهر جانفي بعد الارتفاع ب 0.7% في شهر ديسمبر الماضي. عينت فرق النجدة والإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمهدية جثة رضيعة عمرها سنة ونصف بمنزل والديها الكائن بمنطقة الفقيرة ملولش، وذلك أثر دهسها بسيارة من طرف والدها أثناء الرجوع للخلف على وجه الخطأ. ووفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ له اليوم، فإن عملية المعاينة تمت بحضور وحدات الحرس الوطنية. في أخبار العالم، بدأت السلطات الصحية في ليبيا اتخاذ إجراءات الرصد والمتابعة للاحتراز من انتشار وباء إيبولا عن طريق مهاجرين غير نظاميين، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه أخطر من فيروس كورونا. وكتب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السياح على صفحته على موقع فيسبوك منشورا بعنوان زمن الأوبئة، قال فيها: كورونا وما حدث فيها يعتبر رحمة أمام مرض الإيبولا الذي قد ينتشر في عدة بلدان، وحذر السياح من أنه إذا انتشر إيبولا في ليبيا فبصراحة قد تكون كارثة بمعنى الكلمة، داعيا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خصوصا الرحلات الدبلوماسية من البلدان التي يوجد فيها انتشارا مثل أوغندا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بوحجلة عدد من فلاحي منطقة شوامخ يواجهون نداء استغاثة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وارتفاع الأسعار ب 0.8% ونسبة التضخم تصل إلى 10.2% خلال شهر جانفي المنقضي. والسلطات الصحية الليبية تستنفر ضد وباء أخطر من فيروس كورونا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.